مجتمع الأرض المسطحة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ندخل عالم الأرض المسطحة والقائلين به دون أن نمر على هذه الجمعية التي أسسها ليو فريري عام 1972. ولكن قبل ذلك لنعد إلى الوراء قليلا، إلى عام 1956 عندما أسس البريطاني سامويل شينتون الجمعية الدولية للبحث في الأرض المسطحة، وهو الرجل الذي أحدثت مقالاته وتفسيراته عن حقيقة الأرض صدى كبير وخطرا استشعره فيما بعد أصحاب نموذج كروية الأرض، فأسسوا من وراء الستار جمعية الأرض المسطحة، والتي أخذت قضية الأرض إلى حقل السخرية لتجعل منها نكتة وأضحوكة. فعلى سبيل المثال، كان ليو فريري يحمل صخرة دائما في المقابلات الصحفية مدعيا أنها من حافة الأرض، حيث كاد يسقط عن الحافة لولا أنه تشبث بتلك الصخرة. هذا لأنهم ادعوا بأن حافة الأرض يسقط منها الماء بشلالات ضخمة. وفي مقابلة معه على قناة CBC عندما سئل عن صور الأرض التي تم التقاطها من الفضاء وتظهر كروية، أجاب بأنه بالرجوع إلى نسبية أينشتاين حول انحناء الفضاء فلا بد أن تظهر الأرض كروية، وهذه الصور ما هي إلا خدعة بصرية. وعليه أصبح جليا أنهم يجادلون بسخرية عوضا عن تقديم الأدلة والبراهين المنطقية على الأقل، وأخذوا يسعون باختصار إلى إثبات أن الأرض مسطحة بتفسيرات مسطحة تقريبا مثل عقولهم المسطحة. ولكن في آيفرز كان الوضع مختلفا، فقد كانوا يقدمون أبحاثا وأدلة حقيقية تثبت صحة نظريتهم. وعقب وفاة شينتون في عام 1971 انتقل مقر الجمعية إلى الولايات المتحدة، وترأسها الأمريكي تشارلت جونسون الذي وصف فريري رئيس جمعية الأرض المسطحة بأنه نبي كاذب يعكر ماء الحقيقة. إلا أنه قبل قليل من وفاة جونسون عام 2001 احترق منزله وضاعت جميع أبحاثه وأبحاث شينتون من قبله، وانتهت آيفرز وظلت جمعية الأرض المسطحة صاحبة الوجود الحقيقي بتفسيراتها المضحكة اللاعقلانية في شكل موقع ومنتدى على الإنترنت. ظلت آيفرز غير نشطة لمدة 3 سنوات بعد وفاة جونسون حتى ترأسها دانيال شينتون الذي قالت عنه الموسوعة الحرة أنه ابن سامويل شينتون، ومرة أخرى قالت أنه لا يمت له بصلة. وأغلب الظن أن الرأي الثاني هو الصواب، لأنه يقتفي أثر جمعية الأرض المسطحة ويقدم تفسيرات تجعل الأمر برمته أضحوكة، مثل ذلك التفسير الغريب الذي وصف جاذبية الأرض بأنها تنشأ من تسارع قرص الأرض نحو الأعلى 9.8 متر في الثانية. وهذا غباء مطبق أو تعمد واضح لطمس الحقيقة، فلو أن الأرض قرص يتسارع نحو الأعلى لما تمكن أي شيء من الطيران. وقوله كذلك بأنه لو وصل شخص إلى حافة الأرض فسوف يسقط من عليها. ولن نسهب أكثر ونضيع الوقت في هذه الترهات، ولن نبحث في الأسئلة التي وجهت إليهم لنحاول تفنيدها، أو بالأحرى سرد تفنيد العلم لها، ولكننا سوف نتطرق إلى سؤال واحد فيكون مدخلنا إلى ما هو أهم. إذا كانت الأرض بالفعل قرص مسطح، فلماذا خدعنا العلماء ووكالات الفضاء؟ وما هو الغرض من وراء تلك الكذبة الكبيرة؟ يبدو من تاريخ نشأتها هذه الجمعية أنها بالتقريب أقدم مؤسسة في العصر الحديث تدافع عن نموذج سطحية الأرض، ولكن المؤمنين الحقيقيين بسطحية الأرض لا يكفون عن التحذير منها والتلميح والتصريح بأنها جزء من المؤامرة، ذلك لأن وكالات الفضاء وأصحاب الكذبة كانوا يعلمون أن السر سوف ينكشف يوما، فدشنوا مخططا مضادا يخدم أغراضهم في صورة جمعية تدافع وتروج لنموذج الأرض المسطحة، يقدمون من خلالها تفسيرات ساذجة مضحكة بعيدة عن المنطق، حتى إذا ما حاول أحد فهم الحقيقة يكتشف سريعا أن القول بسطحية الأرض ما هو إلا مزحة أو شيئا فكاهي. أي باختصار إن جمعية الأرض المسطحة تعمل على تشويه حقيقة الأرض المسطحة.
هذا لأن العالم كله ليس متروكا للصدفة، بل هناك من يتحكم فيه اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا وعلميا ومعرفيا ودينيا أيضا. هناك جماعة أو جماعات سرية والعالم كله في قبضتها، ولا يغرب عن البال أسماء جماعات ملأت سمع وبصر الإعلام والفضاء الإلكتروني في السنوات الأخيرة، من أمثال البناؤون الأحرار، المتنورين، فرسان الهيكل، الجمجمة والعظام، الصهيونية، أخوية سيون، وأوبوس داي، وغيرها الكثير. هذه الجماعات أو حتى غيرها ممن يعملون في الخفاء قاموا باعتماد نموذج الأرض الكروية والترويج له كأكبر خدعة في التاريخ لسببين. أولهما سوف نؤجل طرحه قليلاً لأنه تقريباً هدف هذا الكتاب برمته. أما السبب الثاني فهو نهب وسرقة الشعوب، فميزانية وكالة الفضاء الأمريكية على سبيل المثال تقدر بالمليارات، وهم يخدعون العالم للحصول على هذه المليارات بحجة صرفها على أبحاث الفضاء. ولذلك فإن حقيقة الأرض التي نعيش عليها تم إخفاؤها عمداً لسبب هام سوف نطرحه لاحقاً. وسبب آخر أقل أهمية هو سرقة الشعوب المغيبة كتفسير حقيقي وواقعي لما يعرف بنظرية المؤامرة. فلو كنت يوماً تتمشى في الشارع ثم فجأة زلت قدمك وسقطت أرضاً، فإن هذا السقوط يعني أنك كنت شارداً ولم تلحظ الحجر الذي تعثرت به، أو أنه قدراً انكسر كعب حذائك، أو أن هناك خلل عضوي مفاجئ حدث في عضلات قدمك، أو هبوط لحظي لضغط الدم كاد يتسبب في حالة إغماء، أو غيرها من الأسباب التي يمكن أن يصبح كل منها نظرية تشرح ما حدث وفق أساليب الفكر الأربعة الرئيسية التي تناولناها آنفاً: التفكير العلمي والديني والفلسفي والخرافي. ولكن ماذا لو كنت مصابا باضطراب نفسي كالوسواس القهري، وأن الفكرة المسيطرة على عقلك هناك شخص ما يتربص بك دائما، وهو الذي وضع الحجر في طريقك كي تتعثر به، وأغلق محبس الماء عندما كنت تحلق ذقنك صباحا، وأفرغ إطار السيارة من الهواء، أو رمى المسمار الذي فجر هذا الإطار؟ هذه ببساطة فكرة نظرية المؤامرة، وهي مدعومة بثلاثة مبادئ بحسب العالم السياسي مايكل باركون: لا شيء يحدث بالصدفة، ولا شيء يكون كما يبدو عليه، وكل شيء مرتبط ببعضه. وعليه تكون النخبة قد أخفت عنا الكثير وتركتنا في ظلام الجهل، وأن ما سمحوا لنا بمعرفته هو عملية تعليم وليست عملية معرفة. يقول الباحث ديف ميرفي: هناك جماعات قوية جداً تتحكم في هذا العالم، والشخص العادي عبد لهم، والعبيد لا يتم تعليمهم، بل يعلمونهم فقط ما يلزمهم معرفته، ولا يتم تعليمهم الحقيقة، يعلمونهم ما يجعلهم قادرون على التعامل مع الآلات والقيام بعملهم، ولكن لا يفترض بهم معرفة حقيقة ما يجري، وهذه هي السيطرة التي يفرضوها علينا، هم يعلمون كل شيء، ونحن لا، لذلك يستطيعون التحكم بنا. ويضيف شيء آخر بخصوص العبودية: فالعبيد لا يتم تحريرهم أبدا، ولقد تم استعباد كل البشر، نحن عبيد لأسياد أقوياء جدا، سجناء لا نرى القضبان لأنها حدود الدول، إذ يجب عليك استعمال جواز مرور ليسمحوا لك بالمرور رغم أن لك حقوق طبيعية للسفر بهذه الأرض فقد ولدنا عليها، لكن الأسياد حبسونا في سجون مفتوحة ويجب أن تحصل على إذن للخروج منها، نحن الأكثرية وهم قلة، لذلك لا يستطيعون التحكم بنا بشكل مباشر، لذا يستخدمون عقولنا وقلوبنا وبرمجتها لجعلها تعمل ضدنا. قد يبدو الأمر كله نكتة أو أضحوكة، ولكن ما رأيك بمزيد من الضحك؟ ما رأيك أن ندخل إلى عمق هذه المسرحية الهزلية؟ استعد، فسوف تبدأ الصدمة.